ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني فور عودته إلى أرض الوطن يوم أمس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، دعا فيه الحكومة ومجلس الأمة لقيادة حوار وطني شامل وعقلاني للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسن كفاءة التحصيل. ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، هذا ما قاله جلالة الملك خلال ترأسه اجتماع مجلس السياسات الوطني، مضيفا أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، مشددا على أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك دعا أيضا الحكومة ومجلس الأمة إلى قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون الضريبة، مؤكدا أنه لا تهاون مع التقصير في الأداء خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل. وخلال الاجتماع شدد جلالته على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار وتمكين المجالس البلدية ومجالس المحافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي. جلالة الملك أكد ثقته بوعي أبناء وبنات الوطن وقدرة الأردن على تجاوز التحديات، لافتا إلى أن الشعب الأردني تحمل الكثير وصبر وأن هذا معدن الأردنيين الأصيل، مؤكدا أن العمل جار ليلا نهارا لتجاوز هذا الوضع الصعب. دعا مجلس النقباء إلى إضراب عام على مستوى الوطن يوم الأربعاء المقبل كالأسبوع الماضي، كما أعلن أنه سيرفع برسالة إلى جلالة الملك لمناشدته بالتدخل في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن. وأكد المجلس في بيانه أو في بيان له اليوم على الوقفة الشعبية النقابية التي دعا إليها يوم الأربعاء المقبل أمام مجمع النقابات في عمان والمحافظات من الساعة الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. وقال المجلس في بيانه إن الدعوة إلى الإضراب العام جاءت بعد فشل الحوار والتوصل إلى توافق مع الحكومة على سحب القانون، كما دعا المجلس المواطنين للتعبير عن آرائهم بسلمية وحضارية. تواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية الشعبية في مختلف محافظات المملكة رفضا لسياسة الحكومة الاقتصادية، لا سيما القرارات الأخيرة المتمثلة في إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة، وسط دعوات لإقالة الحكومة وحل مجلس النواب. بالتجمعات السلمية والهتافات ورفع شعارات الاحتجاج، واصل المواطنون التعبير عن رفضهم سياسات الحكومة وأبرزها قرارات رفع الأسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل. في عمان شهدت عدة مواقع أبرزها منطقة الدوار الرابع تجمعات سلمية هتف المشاركون فيها ضد القرارات الحكومية الأخيرة، داعين إلى العودة عنها والاستجابة لمطالب المواطنين. تمسك الحكومة بمشروع قانون ضريبة الدخل ورفضها سحبه من مجلس النواب أثار غضب المحتجين الذين طالبوا بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب. في البلقاء ومحافظات الوسط انتظم المحتجون في مسيرات ووقفات ليلية علت فيها الهتافات الرافضة لسياسات الحكومة واستمرار ما وصفه المحتجون بنهج الجباية الذي زاد من أعباء المواطنين سواء من الطبقتين الوسطى والفقيرة. شمالا في محافظتي إربد وعجلون لم تتغير المطالب الشعبية، حيث طالب المحتجون بحل مجلس النواب وإقالة الحكومة، إضافة إلى التراجع عن القرارات المجحفة التي تستهدف جيب المواطنين بحسب المحتجين، والذين أكدوا تمسكهم بمطالبهم منتقدين التعنت الحكومي الرافض لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل
والاستجابة للمطالب الشعبية والفعاليات الاحتجاجية الواسعة التي عمت معظم مناطق المملكة. وإلى الجنوب، حيث تواصلت الاحتجاجات في محافظات الطفيلة والكرك ومعان. ففي الطفيلة شارك المئات من أبناء المحافظة في مسيرة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وصولا إلى دار المحافظة للمطالبة بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب، وتعبيرا عن رفض الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة. يا الله من لا غيرك يا الله. وشهدت بلدة المزار الجنوبي في محافظة الكرك مسيرات ووقفات احتجاجية رافضة للقرارات الحكومية الأخيرة، حيث احتشد المئات من أبناء لواء المزار الجنوبي في مسيرة احتجاجية جابت كافة أرجاء اللواء. المحتجون نددوا بالقرارات الحكومية التي وصفوها بالجائرة، وآخرها مشروع قانون ضريبة الدخل والارتفاعات الشهرية في أسعار المشتقات النفطية وغيرها من السلع والخدمات. المشاركون في الفعاليات الاحتجاجية في مختلف محافظات المملكة أكدوا تمسكهم بالنهج السلمي والتعبير عن الرأي تحت مظلة الدستور والقانون، رافضين بعض الممارسات التي شهدتها مواقع مختلفة بإقدام عدد من الأشخاص على إغلاق الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ما أكدت الأجهزة الأمنية أنها تتعامل معه وفق القانون وبأقصى درجات ضبط النفس. خلال وقفة احتجاجية للمواطنين في محيط منطقة الدوار الرابع في عمان، التقطت عدسة الكاميرا حوارا بين المدير العام لقوات الدرك لواء حسين الحواتمي وعدد من المحتجين. الحواتمي أكد ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاج وعدم إغلاق الطريق العام، مشددا على حرص الأجهزة الأمنية على ضمان الحق المكفول دستوريا للمواطنين بالتعبير عن رأيهم وإيصال رسالتهم الاحتجاجية ضمن الأطر القانونية. المواطنون أكدوا بدورهم حرصهم على المصلحة العامة وعلى الرموز والمقدرات الوطنية، مؤكدين تمسكهم بالنهج السلمي خلال الفعاليات الاحتجاجية. في الأجواء الرمضانية ومع اقتراب عيد الفطر، يترقب التجار الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك لإعادة إحياء الأسواق والحركة الشرائية. حركة الاقتصاد في رمضان من هذا الباب تحديدا في هذا التقرير. الأسواق التجارية الكبيرة تفتح أبوابها خلال شهر رمضان طيلة الوقت وتتأخر لفترة ما بعد الإفطار من أجل إعطاء المجال للصائمين ومن يرغب بالتسوق ليلا. في الأسواق التجارية يصف التجار الحركة الشرائية بأنها ما زالت خفيفة، متوقعين زيادة الإقبال خلال آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك. الحركة حاليا هسه في حركة بس مش زي المطلوب، يعني خلينا لسه ما بلشت الحركة القوية، في شراء بس مش يعني شيء كتير خرافي بصراحة، مش زي السنة الماضية خفت، يعني اغلب الناس، في ناس تيجي تشتري بس اغلبهم بيجوا وما بيشتروا. هلا بالمول الحركة الشرائية تزايد مع ايام رمضان، يعني اول اسبوع كانت خفيفة بس الحمد لله يعني لها تقريبا 3-4 ايام حركة مش طبيعية. المتسوقون من المراكز التجارية يرون أن الأسعار تختلف باختلاف جودة الصنف والنوع. هلا الأسعار في المول أو بشكل عام في البلد هون يعني في أشياء مبالغ فيها حسب الكواليتي، حسب نوعيتها، حسب صناعتها، وصراحة حسب البراند، يعني حسب المكان اللي أنت عم تشتري منه، يعني بتفرق من محل لمحل، يعني في محلات تكون يعني أسعارها كتير غالية وحسب البراند يعني بس هيك. والله الحمد لله يعني إن شاء الله الأسعار معقولة، يعني بالنسبة للمحل هذا يعني غير عن المحلات الثانية أسعاره كويس معقولة. يتوقع تجار الألبسة أن تنشط حركة البيع في العشرة الأواخر من شهر رمضان الذي يتزامن مع استلام الموظفين والمتقاعدين لرواتبهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم الشراء وتنشيط حركة البيع. ليلى خالد، رؤيا.
في الشأن الفلسطيني، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون وقوع إصابات. مصادر فلسطينية قالت إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعين للمقاومة بمدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع دون وقوع إصابات، كما قصفت موقع اليرموك شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، وموقع للمقاومة وسط القطاع، وموقع البحرية غرب بلدة بيت لاهيا. فيما قال جيش الاحتلال في بيان إن سلسلة الضربات الجوية استهدفت 10 مواقع في 3 مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع. تظاهر عدد من الفلسطينيين في مدينة حيفا تضامنا مع قطاع غزة، وردد المتظاهرون شعارات تشدد على الوحدة الوطنية وتطالب برفع الحصار عن القطاع. رفعت حيفا علمها الفلسطيني ولبست كوفيتها ونادت بسلمية صوتها وصرخت غضبتها لكسر الحصار عن غزة. بكت حيفا غزة هاشم في تظاهرة انطلقت من ميدان الشهيد باسل الأعرج، وشكت لها غزة وقالت يا حيفا بحري تلون أحمر. علت أصوات التظاهرتين في ذات التوقيت تحت شعار من حيفا إلى غزة، وحدة دم مصير مشترك. المعنى السياسي لتظاهرة حيفا وللتظاهرات التي كانت في الداخل أن الشعب الفلسطيني رغم مخطط الكيان الصهيوني يرفض أن ينقسم، يرفض أن يقسم، أن يشرذم صراعه وأن يشرذم نضاله. لن تتوقف مسيرة العودة، مسيرة العودة عليها أن تنتج حراك مقاومة شعبية بقواعد عمل جديدة، قواعد نضال جديدة. نحن هنا أيضا في الداخل علينا أن نكون جزء من هذا النضال. حيفا تحدت وتمردت، فرغم أن سلطات الاحتلال قمعت تظاهرتها السلمية الأسبوع الماضي بضرب المشاركين واعتقالهم، تهديدهم بالتحقيقات ووعيدهم، أصر المئات من جموع فلسطيني الداخل على الاحتشاد والخروج في تظاهرة حيفا أمس. رسالتي اليوم هي تأكيد على الشعب الواحد، أكيد على نضال واحد من غزة لحيفا للداخل للضفة للشتات، كلنا شعب واحد، وكل مأساة لأي شخص فلسطيني إنسان فلسطيني هي مأساة الشعب الفلسطيني بالكامل. تواجدنا مهم، وأيضا كي نوصل رسالة أن الاعتقالات في المظاهرات السابقة لا ترهبنا، أولا من أجل التضامن مع قضية إنسانية، وأيضا من أجل التضامن، كل التضامن مع أبناء شعبنا البطل في غزة. أنا آسف أنه في هذا الوقت لم تجف دماء الأطفال ودماء شعبي الفلسطيني في غزة، هذا ما أستطيع أن أقدمه من هذا المكان. من حيفا طلع القرار رايح يسقط الحصار، كما حيفا قالت كلمتها يجب أن يمتد غضب الميادين إلى كل المناطق الفلسطينية، فهي ليست قضية غزة وحدها، بل يجب أن يخرج الفلسطيني من إطار حياة تحت الاحتلال إلى حياة مقاومة للاحتلال. من مدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل، زينة صندوقة، رؤيا. المزيد من الأخبار في جولتنا حول العالم، ومنها انتشال جثث 20 مهاجرا وإنقاذ 67 آخرين قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتركيا، وسلوفينيا تنتخب برلمانها واليمين الأوفر حظا للفوز. أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن المؤبد على المتهمة الفرنسية ميلينا بوغادير بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى عصابة داعش الإرهابية، فيما اتهم محاموها السلطات الفرنسية بالسعي لمنع عودة مواطنيهم الذين تحولوا إلى إرهابيين. لقي 20 مهاجرا كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا على متن زورق سريع حتفهم لدى غرق مركبهم في المتوسط قبالة سواحل تركيا وتونس، وتم إنقاذ 67 آخرين وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. طالبت المعارضة في مالي باستقالة رئيس الوزراء على إثر قمع تظاهرة محظورة قبل 2 شهر من الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن سقوط حوالي 30 جريحا بحسب المعارضة.
يدلي الناخبون في سلوفينيا بأصواتهم في انتخابات تشريعية، يأمل رئيس الوزراء السابق المحافظ يانيز يانشا أن تسمح له بالعودة إلى السلطة. ودعي حوالي 1,700,000 ناخب إلى التصويت في هذا الاقتراع النسبي. في إطار التطوير والنهوض بالقطاع الصحي في فلسطين، افتتحت بلدية رام الله مبنى قسم غسيل الكلى في مجمع فلسطين الطبية، والذي يعتبر الأول في الشرق الأوسط نظرا للأجهزة المتطورة فيه. ثمار جهود 3 سنوات ومن حلم الوصول لبنية مؤسساتية صحية متطورة، سعت محافظة رام الله والبيرة وبالتكافل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل والشتات لبناء قسم خاص بغسيل الكلى. ها هي اليوم تدشن هذا النجاح بافتتاحه في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلافي الضعف الكبير الذي يشهده هذا القطاع في فلسطين. تم افتتاح مبنى غسيل الكلى الجديد والذي يضم حوالي 50 ماكنة غسيل الكلى، بالتالي هاي نقلة نوعية لخدمة مرضى غسيل الكلى، هاي الفئة اللي الجميع بيتعاطف معها، وإن شاء الله وعد دولة رئيس الوزراء ببناء كمان طابقين فوق هذا الطابق. قسم غسيل الكلى الجديد الذي يعتبر الأول في فلسطين من حيث نوعية وكمية التجهيزات الموجودة فيه، سيفتح الباب لاستقبال وعلاج المرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسعى من خلاله وزارة الصحة الفلسطينية لتكثيف الجهود من أجل الحد من حاجة تحويل المرضى للمشافي في الداخل المحتل والتقليل من الأعباء المادية الضخمة والتسهيل على المرضى وذويهم. هذا المبنى النموذجي اللي يعني غير متوفق والأول في الشرق الأوسط بحسب الشركات العالمية اللي جهزوه، بنتمنى أنه ما حدا يحتاجه، ولكن طالما أنه في هناك أمراض بنحاول نخفف عن أبناء شعبنا. كل التحية لكل من يحاول أن يزرع وردة في وطنه اللي بيستحق. ومن جانب آخر ولتطوير القطاع الصحي، تقوم الحكومة الفلسطينية بالعمل على إعداد مشروع قانون السلامة الطبية والصحية الذي يسهم في تفادي حدوث الأخطاء الطبية وتقديم الحماية للمرضى. والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق. يا مواطن ويعيش الحرامية ويعيش الحرامية، درب الراجل واحد وقلوب السرقانية، درب الراجل واحد غنوا معنا قلوب السرقانية. موت يا مواطن ويعيش الحرامية، درب الراجل واحد وقلوب السرقانية، درب الراجل واحد. موت يا مواطن.